مرحب بيكم مشاهدي عين على البرلمان من جديد في الجولة الثانية اللي بتابع فيها مع حضراتكم آخر أخبار مجلس النواب وآخر أخبار زيارة الرئيس السيسي أيضا إلى كوريا الجنوبية في آخر محطات جولته الأسيوية. هيكون معنا في الفقرة السابتة في جولة نائب مع دكتور حسين غيطة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد في مغاغة والعضوة بمحافظة المنيا، وده أثناء جولته بقرية عطف حيدر لبحث مشاكل المواطنين وحلها. هيكون مشرفنا في الاستوديو محمد عبد الواحد مدينة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، والكاتب الصحفي سيد حجازي عضو مجلس النواب المستقل، كمان للحديث عن الخلافات تحت قبة البرلمان حول تطبيق مبدأ إسقاط العضوية عن النواب في حالة ثبوت ارتكابهم وقائع تخالف الدستور والقانون والتقاليد البرلمانية العريقة. منتظر مشاركة حضراتكم معانا طول الحلقة عن طريق الأرقام اللي بتظهر أمامكم على الشاشة طول الوقت علشان تشاركونا برأيكم، كمان اللي عنده فيديو أو صور بترصد أي وضع سلبي أو ظاهرة سلبية في أي مكان على مستوى الجمهورية ياريت يبعتوا لينا علشان نحاول نتواصل مع السادة المسؤولين ونحاول نحن نحل أو نوصل المشكلة للسادة المسؤولين. أبدأ معاكم سريعا بفقرة الأخبار. النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد مباحثات مع نظيرته رئيسة كوريا الجنوبية في سول، تركزت المناقشات دي على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وتشجيع الاستثمارات الكورية في مصر، خاصة المشروعات القومية الجديدة وعلى رأسها مشروع محور تنمية قناة السويس. كمان تناولت المباحثات القضايا الإقليمية في منطقتي الشرق الأوسط وشرق آسيا والتعاون المشترك في جهود مكافحة الإرهاب. شهد الرئيس السيسي والرئيس الكوري الجنوبية توقيع 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، كما التقى الرئيس بعدد من رؤساء الشركات الكورية لبحث إقامة مشروعات في البنية التحتية والصناعات المتنوعة. رئيس البرلمان الكوري الجنوبي قال إن مصر مش بس دولة صاحبة حضارة عظيمة، لكن هي مهد الحضارات، وإن المواطنين الكوريين بيهتمون بزيارة المقاصد السياحية المصرية. أعرب عن ثقته في أن مصر ستحقق انطلاقة كبيرة تحت قيادتها السياسية وتتمكن خلال فترة زمنية قليلة من إحراز تقدم ملحوظ على كافة الأصعدة. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد توجه اليوم إلى مقر البرلمان الكوري، حيث كان في استقبال رئيس البرلمان وعدد من النواب الكوريين. قال كمان السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس السيسي عقد لقاء مع رئيس البرلمان الكوري لوجه الشكر للرئيس على زيارة البرلمان الذي يمثل بيت الشعب الكوري، وإن الزيارة تؤكد اهتمام الرئيس بالتعاون مع كوريا على المستويين الحكومي والشعبي. مستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب قال إنه تم الاتفاق بين المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب على تحديد يوم الحد 27 مارس اللي جاي لعرض برنامج عمل الحكومة على مجلس النواب. الوزير قال كمان في بيان صحفي النهاردة إنه تم تحديد هذا الموعد علشان سفر الدكتور علي عبد المتعال إلى زامبيا لحضور اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي يوم 18 وحتى يوم 22 مارس، وإنه بيعمل في انتهاء مجلس النواب من مناقشة نصوص لائحته الداخلية والموافقة عليها علشان يبدأ المجلس في مزاولة مهامه التشريعية والرقابية، وكمان يناقش برنامج عمل الحكومة تمهيدا للحصول على ثقته. بتستعد اللجنة العليا للانتخابات للاجتماع علشان التجهيز لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد مجلس النواب في دائرة طلخة ونبروب بمحافظة الدقهلية بعد إسقاط عضوية توفيق عكاشة امبارح من المجلس بموافقة 465 نائب. ده بعد ما اللجنة استلمت تقرير من مجلس النواب عن إسقاط عضوية توفيق عكاشة، وده بعد كده هيتم إجراء انتخابات تكميلية في الدائرة خلال 60 يوم من استلام التقرير. قالت مصادر قضائية أن إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة من البرلمان تعني عدم السماح له بالترشح مرة أخرى للانتخابات التي ستجرى لشغل مقعده. تفاصيل أكثر عن ردود الأفعال العالمية والمحلية عن إسقاط عضوية النائب السابق توفيق عكاشة من البرلمان في سياق التقرير التالي، نتابع. إن مؤيد ومعارض يبقى حال الشارع المصري حول قرار مجلس النواب بإسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة بعد استضافته سفير إسرائيل لدى القاهرة في منزله الأسبوع الماضي. طبعا متفق، لأنه طبعا هو تطبع بإسرائيل. إحنا بقالنا سنين وأيام بنحارب، شهداء ماتوا وراحوا، وكل الشعب المصري ما بيحبش حاجة اسمها إسرائيل،
ازاي دلوقتي نحب اسرائيل؟ قرار رئيس مجلس النواب علي عبد العال جاء بعد تصويت 465 عضوا من اجمالي الحاضرين وعددهم 490 وافقوا على اسقاط عضويه عكاشه، بينما امتنعت 9 اعضاء عن التصويت واعترض 19 نائبا فقط على القرار. الناس اللي تشيلوا، الناس اللي جابوهم اللي شيلوه، هو طالع عن دايره معينه فالدايره هي اللي حقها تشيله، اما انا اشيله لوحدي. طب لو في سند قانوني احنا متفقين، اما ما في سند قانوني. وكان للصحف الاسرائيليه نصيب من الاعتراض على واقعة ضرب النائب البرلماني توفيق عكاشه بالحذاء، وتناول قرار الغاء العضويه ببعض مظاهر الغضب غير الرسمي، مؤكده في الوقت نفسه على ترابط العلاقات المصريه الاسرائيليه. وكان توفيق عكاشه قد استقبل في منزله بالدقهليه السفير الاسرائيلي حييم كوريين الاربعاء الماضي ضمن مشاورات عن تعاون بين مصر واسرائيل في المجالات الاقتصادية والزراعية والتعليمية، والتي وصفها السفير بالناجحة. إسراء عبد التواب، عين على البرلمان. وافق مجلس النواب خلال جلسته امبارح على تشكيل 4 لجان. هذه اللجان الأربعة هيزوروا سيناء والوادي الجديد وبلاد النوبة ومطروح. قال حسام رفاعي عضو مجلس النواب بدائرة العريش بمحافظة شمال سيناء إن اللجنة المقرر تشكيلها لزيارة سيناء هتدرس جميع الأوضاع الاقتصادية والسياسية والتنموية، بالإضافة لدراسة المشروعات والمقترحات الخاصة لوضع حلول جذرية على أرض الواقع وعرض تلك المقترحات على المجلس. النائب كمان قال إن نواب محافظتي شمال وجنوب سيناء سيجتمعون في المجلس يوم الأحد القادم مع وكيلي المجلس سليمان وهدان والسيد الشريف لتحديد اللجنة وعدد النواب اللي هيشاركوا في الزيارة دي ووضع الدراسة لكل الأوضاع. في رد فعل سريع واستجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أطلقها خلال كلمته أثناء إطلاق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 بدعوة نواب البرلمان لزيارة سيناء والنوبة والصحراء الغربية للإطلاع على أوضاعها، وافق مجلس النواب على تشكيل 4 لجان ميدانية تتوجه الأولى لمنطقة سيناء والثانية للنوبة والثالثة للصحراء الغربية، فيما تتوجه الرابعة لحلايب وشلاتين. قرار مجلس النواب بتشكيل زيارات ميدانية لأربعة محافظات مصرية يؤكد على أن نواب المجلس يريدون ألا يجعلوا القاعة هي بيتهم الوحيد، ولكن لابد من النزول إلى أرض الواقع للتواصل الاجتماعي بين الحكومة والنواب وبين النواب والمواطنين، ووضع حلولا للمشاكل التي تعاني منها الدوائر والمواطنين، على أساس أن هؤلاء النواب هم حلقة الوصل بين الحكومة والمواطنين. إسراء عبد التواب، عين على البرلمان. في فقرتنا السابتة يوميا جولة نائب بنعرض مشاكل قرية من القرى أو منطقة من المناطق، بيكون مع الأهالي النائب اللي في دايرتهم علشان يحاول يلاقي ليها حلول أو يقدم بشأنها طلبات إحاطة. معانا النهاردة النائب حسين غيتا عن حزب الوفد في مغاغة والعضوة بمحافظة المنيا، ده أثناء جولته في قرية عطف حيدر للتعرف على مشاكل الأهالي والعمل على حلها. هنروح لجولة النائب ونتابع ونرجع بعد كده لحواري مع الضيوف اللي هيكونوا مشرفيني أيضا من أعضاء مجلس النواب بشأن موضوع إسقاط العضوية. متى يتم إسقاط العضوية عن النائب البرلماني؟ إيه هي الشروط المحددة لذلك طبقا للقانون والدستور والأعراف البرلمانية؟ بعد جولة نائب. اهلا بكم مشاهدينا في فقره جوله مع النائب. احنا النهارده مع الدكتور حسين غيطة بالتحديد في قريه عطف حيدر التابعه لمركز العدوى بمحافظه المنيا لرصد المشاكل الخاصه بهذه القريه. نبتدي الاول بالاهالي وبعد كده نشوف رد الدكتور حسين. برحب بكم في البدايه سريعا كده، كلمنا على المشاكل الخاصه بكم هنا في القريه. بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد خاتم الانبياء والمرسلين وبعد. طبعا بدايه نحن بنرحب بحضراتكم في هذا المكان وفي بلدكم وسط اهليكم، وبنعرض طبعا على حضراتكم عشان توصلوا صوتنا للساده المسؤولين لحل هذه المشاكل التي تعيشها هذه القريه وبالتحديد مجلس قريه وعطف حيدر كاملا، ليس هذه القريه فقط. اولا طبعا عندنا نسيب نقاط معينه
انا كنت عايز اتكلم في البدايه، لكن طبعا عشان نوزع الادوار يبقى نتكلم عن ايه. اولا في منازل بتاع المواطنين مشتريه من 40 سنه 50 سنه، المواطنين ديت قاعده وفجاه لقى الارض دي بتاع املاك دوله. الناس ديت فقراء، الواحد منهم بيشتغل بالطوله ما بيلاقيش بالفاس، ما مش بيلاقي الاجره بتاعته، الحكومه جايبه عليه اسعار مرتفعه. فنرجو من الساده المسؤولين التخفيض او العفو عن هؤلاء الناس، دي حاجه. الحته الثانيه طبعا عندنا برضو ايه المستودع بتاعنا والانابيب. طبعا هنا عندنا نقص في انابيب وتجاز، وطالبين نقله من مكان بعيد عن البلد، وطبعا دي بالنسبه لنا مشكله احنا بنعيش فيها، دي اكبر مشكله عندنا. نرجو برضو من الساده المسؤولين مراعاه هذه المشكله. نمرة طبعا ثلاثة الموضوع الشؤون والفقراء. عند الناس بتقبض من الشؤون الاجتماعية من 20 سنة و 25 سنة، دول معدمين تماما، الواحد منهم لا يحصل على رغيف العيش، ومع ذلك عاوزين يرفعوا المرتبات بتاعتهم، عاوزين يرفعوها ليه الناس دي اللي مش لاقية تاكل؟ نرجو من السادة المسؤولين نظرة رحمة لهؤلاء الناس الفقراء والمحتجين، لأن هؤلاء الناس دول أمانة في أعناقهم ومسؤولين عنها أمام الله عز وجل يوم القيامة. طبعا برضو المستشفى انا سيب فيها الدكتور يتكلم فيها، لكن برضو هاخد بسيط. طب عشان بس وقتنا من 50 سنه زي بعضه، انا عمي عمل عمليه فيها جراحه من 50 سنه، انا الان دلوقتي عندي 64 سنه مش لاقي دكتور هنا موجود عندنا ولا برشامه ولا حقنه، حتى اللي بتوضع ما بتلاقيش مكان، اللي تجرسه على جرابه ما بيلاقيش حقنه. فارجو من الساده المسؤول عن الصحه نظره رحمه لهذه المستشفى اللي بتخدم حوالي نص مليون نسمه على هذه الارض. وجزاكم الله خير. نتعرف بيكم وقولي برضو عن المشاكل الخاصه بالدكتور. دكتور جابر طبيب بشري اخصائي نساء، هي في مشكلتين هنتكلم فيهم بعد الحاج ابو زيد ما طرح معظم المشاكل. اول حاجه مشكله تكدس الطلاب في المدارس، وخاصه في مرحله التعليم الاساسي. مرحله التعليم الاساسي اللي هو التعليم الاعدادي في تكدس رهيب عندنا في المنطقه، وفي ناس متبرعه بارض وعامله تخصيص من المحافظه لمدارس اعداديه في قريه المسيد، ومع ذلك في معوقات من وزاره الزراعه في انشاء هذه المدرسه. الزراعة تقول ان هي بعيدة وفي مشاكل في القصة كلها، فاحنا يعني عايزين الموضوع ده يسهل شوية، وخاصة في موضوع المدارس موضوع حيوي. يعني ده كان في اقتراح ان المدارس اصلا تستثنى من الاراضي الزراعية عشان تكدس الطلاب ده مش مالوش حل. دي تاني نقطة. موضوع المستشفى طبعا، هي احنا عندنا في قرية عطف حيدر مستشفى تكامل. مستشفى تكامل لو مستشفى التكامل دي اصلا معمولة مستشفى وسط ما بين المستشفيات المركزية والوحدات الصحية، يعني هي المفروض مستشفى فيها اخصائيين بتعمل عمليات وبتجري عمليات. مستشفى تكامل هي المشروع ده كان عمله الدكتور اسماعيل سلام ولم يفعل حتى الآن، ولم يفعل حتى الآن. المفروض ينتدبوا لها مساعدين اخصائيين في تخصصات معينه حتى تشتغل حالات يعني حالات ماشي يا باشا. اتفضل يا حاج. بسم الله الرحمن الرحيم. حاج فتح الباب الصيفي حافظ عضو مجلس عائلات عطف حيدر، نتشرف بسيادتكم وحضوركم، وطلبنا اللي هو قال عليه الشيخ ابو زيد زميلي في المجلس العائلات، الطلب اللي هو المستشفى والمستودع والحاجات دي والناس اللي هم في الأرض الزراعية والصرف الصحي بتاع البلد، لأن بلد كبيرة محتاجة صرف صحي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب السلام عليكم. أما نستأذن بس سعادتك، بس التبطينات ما فيهاش مية، ما فيش مية بالتبطين بتاع مية الري بتاع الري برضه ومية الشرب. ماشي يا باشا، والبركة في ربنا والدكتور حسين. وعند هنا البلد دي المستشفى تعبانة خالص، الواحد لو جرس بعقربة عبل ما يطلعوا بالعدوى بيكون مات، جرس بتعبان يكون مات، واحد شقته قامت عليه في الليل ما يلقاش اسعافات ولا يلقى حاجة. البلد دي منفية ما فيهاش حاجة أبدا. طيب احنا دلوقتي معانا الدكتور حسين، برحب بحضرتك يا دكتور. يمكن استمعنا للمشاكل الخاصة بهذه القرية، عايز أعرف من حضرتك رؤيتك إيه حل هذه المشاكل، الخطوات سواء اللي تم اتخاذها أو اللي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا برحب بيكم في العدوى. بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بيكم في العدوى. طبعا دي مشاكل كتيره جدا في العدوى وفي قاعات في حيدر بالذات. نقدر نلخصها في اطول من نقطه عشان يبقى اجمالي سريعا. في مشكله في الري فعلا، لان المدخل الترعه عند منطقه اسمها برمشه، فيها كانت المنطقه دي اتعمل فيها زي سد او زي اتغطت الترعه، صرف مغطى، فلما اتغطت بقى مواسير، والاهالي في المنطقه اللي هناك بيرموا زباله وبيرموا حاجات فبتسد المواسير دي، فبتقلل كميه الميه ناحيه عطف حيدر. انا اتكلمت مع وكيل وزاره الري ووعدني ان هو
هو يعيد تاني المنطقة دي بتاعت المية، بيعمل لها تطهير مبدئي ونعمل تغيير للمواسير الموجودة لأن عمرها الافتراضي انتهى. وإحنا بنفكر فيها حاجة الأفضل، الحل الجذري طبعا أن تعمل تحويلة من حوالين برمشة بحيث أن احنا نعمل ترعة تغطي المنطقة بتاعت المسيد والعطف وقصر لملوم. النقطة بتاعت الصحة دي مشكلة كبيرة مش في العطف فقط، في كل الوحدات الصحية في نقص في الأطباء. واتكلمت مع وكيل الوزارة وكان وعدنا في تغيير او التعيينات الجديده بتاعت الاطباء في التكليف ان هو يبعت في العدوى عدد كافي، لكن المشكله الحقيقيه فعلا ان انا بتفاجئت في توزيع التكليف الاطباء ان في اطباء من قرى في العدوى تكليفهم راح اسوان وراح اسيوط وراح جنوب سيناء، مع ان احنا عندنا نقص في الاطباء هنا. فمن باب اولى الوزاره ان هي تبعت اطباء المركز للمنطقه وخاصه ان فيها عجز. منطقه الموضوع بتاع المياه طبعا دي مشكله كبيره، موضوع المياه، وان احنا بنحاول ان احنا نستخرج قرار من رئيس الوزراء ان احنا نعمل محطه مياه عند فتح الباب، دي هتغطي كل القرى بتاع المركز العدوى كامله وان شاء الله هيدرج في الخطه الجديده بتاع 2016 2017. مشكله التعليم في مدرسه اعداديه عند المسيد طبعا عامل تكدس ان هي المدرسه بتاعه العطف بتضم العطف والمسيد والعزب اللي حواليها، اتخصصت قطعه ارض فعلا تصلح للبناء لكن اعترضت الزراعه، مع ان حته الارض عباره عن كثبان رمليه ولو حضرتك حابين نشوفها واحنا ماشيين في الطريق وانتم جايين على الرمله اللي هناك دي ولا تصلح اصلا للزراعه، ومع ذلك في اعتراض من الزراعه. فانا عامل طلب لوزير الزراعه بحيث ان احنا نستثني المنطقه دي ويتوافق على المدرسه هناك. في بقى المشكله الثانيه مشكله املاك الدوله. املاك الدوله اتكلمت مع رئيس مجلس المدينه ان احنا نعمل تخصيص للناس تشتري، لان في عزبه ابو دهيوم والفلاح وقصر لملوم ناس معظم الارض بتاعتهم املاك دوله، بياخد ايجار المتر في السنه بجنيه وزاويه برمشه برضو، ودي مشكلة كبيرة جدا. الناس طالبة حاجة واحدة بس، ان تتقيم الارض اللي هم عليها وتتخصص ويشتروا بحيث ان هو يتملكوا الارض بدل ما هو قاعد بايجار، ودي مصلحة للحكومة ومصلحة للناس، هتدخل فائض وسيولة مالية لخزينة الدولة وفي نفس الوقت كل واحد يتملك قطعة الارض اللي عنده. شكرا لك يا دكتور، شكرا لكم مشاهدينا، وعودة مرة اخرى للمشاهدين. من جديد أهلا بحضراتكم مشاهدينا، وهذه الفقرة الحوارية المخصصة لمناقشة الأسس التي ينبغي عليها أن يتم إسقاط عضوية نائب في البرلمان استنادا للقانون واستنادا للدستور واستنادا للأعراف البرلمانية المتعارف عليها، بالإضافة أو على خلفية القصة الشهيرة اللي احنا لازلنا بنعيش في أصدائها، إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة في البرلمان بعد موافقة 465 نائب في جلسة امبارح، 16 رفضوا 9 امتنعوا، تم إسقاط العضوية عن النائب توفيق عكاشة بالفعل. هذا الأمر تم وقضي وانتهى لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها. اللي رفض ليه؟ أو اللي امتنع ليه؟ ربما كان هناك أسباب قانونية أو أسباب دستورية أو أسباب موضوعية دعت من رفض ومن امتنع لإبداء رفضه أو امتناعه. عايز أعرف ليه رفض وعلى أي أساس تم الرفض، وإيه هي القواعد اللي ينبغي أن توضع بعد ذلك مستقبلا حتى لا يصبح الأمر وكأنه سيفا مسلط على رقاب النواب إن تحققت الأغلبية ضد أمر ما. باختصار، إيه اللي بيخلي النائب يطلع ويسيب المكان بتاعه، وإيه اللي يخليه يفضل بناء على إيه؟ لو حاولت سريعا أن أنا أستعرض أشهر وقائع إسقاط عضوية النواب مع حضراتكم هستعرضها، بس يعني خلوني أرحب الأول بضيوف اللي مشرفيني. النائب محمد عبد الواحد مدينة عضو مجلس النواب، برحب بحضرتك مشرفنا. وسيادة النائب كمان السيد حجازي عضو مجلس النواب، برحب بحضرتك مشرفنا. أهلا بك يا فندم. سريعا كده أشهر وقائع إسقاط عضوية النواب في استطلاع سريع. تم إسقاط عضوية النائب كمال الدين حسين عام 1971، كان وقتها نائب دائرة بنها لأنه قدم مذكرة اعتراض للرئيس السادات، فالرئيس السادات ما عجبوش بعتها لمجلس النواب فتم إقالته، قرر إسقاط العضوية عنه. بعد كده حاول اللجوء للقضاء إلى آخره، إلا أن برضو الموضوع
لم يحسم لصالحه. بعد كده كان في استقالة محمد إبراهيم سليمان لو حضراتكم تتذكروا، وزير الإسكان السابق، وده كان بسبب جمعه بين وظيفتين، إنه رئيس مجلس إدارة شركة وفي نفس الوقت بيجمع بين المنصب شركة عامة، شركة خدمات البترول الملاحية، وأيضا هو عضو مجلس نواب، وده أثار موجة من الجدل. تقدم بالاستقالة أم الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وقتها، عرض الاستقالة، تم القبول عليها أو تم قبولها من قبل الغالبية. 2007 في جلسة وصفت بالساخنة والمحتدمة احتشد فيها نواب الأغلبية، وافق مجلس الشعب برئاسة فتحي سرور في ذلك الوقت رئيس المجلس على إسقاط عضوية النائب محمد أنور عصمت السادات، وصدور نظرا لصدور حكم نهائي بإشهار إفلاسه، حيث وافق على إسقاط العضوية 216 نائب ورفض 80. صرح وقتها سرور بأن الأغلبية المطلوبة للإسقاط اتحققت وفشلت المحاولات للإعادة مرة تانية. كمان تم إسقاط عضوية النائب عبد العظيم حمزاوي عن دائرة البدرشين، وده صدور حكم نهائي بالمؤبد عقب قتله لمحامي وهروبه من تنفيذ حكم. كمان في 2010 تم إسقاط عضوية الدكتور هاني سرور نائب الحزب الوطني في وقتها عن الأزبكية والظاهر، لأن صدر ضده حكم بالسجن 3 سنين في اتهامه في قضية أكياس الدم الملوثة لو حضراتكم تتذكر. الخلاصة إن الموضوع كان قايم على أيمن نور 2005 صدور، وكان في الدكتور أيمن نور 2005 كان الدكتور أيمن نور، بس الخلاصة في الموضوع إن معظمها قائم على صدور حكم، صدر حكم وبناء على ذلك تم إسقاط العضوية. أسمع رأي حضرتك يا فندم. يعني هو بداية، بس بعد إذن حضرتك أنا عايز أقول إن إسقاط العضوية لا يجوز إلا إذا فقد الشخص الثقة والاعتبار، دي اللي واردة في المادة 110 من الدستور، أو أن يصدر حكم قضائي نهائي، أو أن يبقى معوق للأداء البرلماني، وده اللي حصل مع النائب توفيق عكاشة. معوق للأداء البرلماني، وهقول لحضرتك بالتفصيل. أو فقد أحد شروط العضوية، يعني ثلاث أسباب رئيسية. ثلاث أسباب رئيسية. فقد الثقة والاعتبار، حكم قضائي، معوق للأداء البرلماني. معوق للأداء البرلماني. توفيق عكاشة، إحنا غير الناد، أنا شخصيا مانيش نادم على إسقاط العضوية، وإن كنت صوتت ضد إسقاط عضويته، إلا إني إحقاقا للحق وامتثالا للصالح العام والأداء البرلماني، ما فيش مشكلة أن يتم إسقاط عضوية نائب أو اثنين أو ثلاثة إذا كان هذا سوف يؤدي بنا إلى الصلاح له. عهدنا في النائب توفيق عكاشة منذ بداية الفصل التشريحي أنه دائب على المشاكل والاعتذار، يصنع المشكلة ثم يقوم بالاعتذار. تطاول على السيد رئيس المجلس في قناة الفرعين، وتطاول على مجلس النواب، ووصل به الامر انه هيطالب بانتخابات رئاسيه مبكره، وانه هيطالب بحل البرلمان. طيب انا هستاذن حضرتك عند النقاط ديت واسمع راي حضرتك سياده النائب، بس انا معايا كمان النائب سياده النائب محمد انور السادات كمان معانا على التليفون، وهو واحد من اللي صوتوا بوضوح ضد اسقاط عضويته. مرحب بك يا سياده النائب. اهلا بيك، بحييك وبحيي ضيوفك والمتصلين. تحياتنا يا فندم. يعني عايز اعرف لماذا صوتت على عدم اسقاط العضويه او رفضت اسقاط العضويه؟ خلينا بدايه نقول، وده كلام قلناه تاني، محدش بيختلف على ان الدكتور توفيق عكاشة اخطا وتجاوز وتسبب في مشاكل كثيره جدا، سواء في وجوده داخل البرلمان اثناء الجلسات او من خلال قناة الفرعين. خلافنا هو الطريقة، الاجراءات اللي بتتم بيها اسقاط العضوية. لما يبقى عندي لجنة تحقيق انتهت بتوصية معينة، لجنة تحقيق مكونة من استاذ قانون دستوري ومعه مجموعة من الزملاء النواب، وانتهت بعد استعراض الاحداث الى انها تحرمه فقط من فصل تشريعي، آسف، من
دور انعقاد يعني 9 شهور، ودي هي التوصية وهي دي العقوبة. فنفاجأ انه يعني يتم التصويت عليها بطريقة سريعة بان ده مرفوض وان عايزين عقوبة اكبر، ويبقى في اقتراح جاهز بالتصويت باسقاط العدوية. ده انا اشوف انه يعني استعجال، مش عايز اقول تجاوز، حتى لو ان رئيس المجلس في رده عليا، هو راجل استاذ قانون طبعا اعلم مني يعني، انما رده ان الاجراءات سليمة دستوريا ولائحيا. بس انا كنت اشوف انه النائب اوريدي يعني هو بالفعل ممنوع من دخول القاعة، برغم انه كان نادى عليه في البداية لكن حب يدخل بعد كده لم يمكن، عشان حتى على الاقل يدافع عن نفسه يعني. خلاص واحد انت حكمت عليه بالاعدام كان لازم، لم يحدث. ثانيا هو اوريدي اصلا واخد عقوبة حرمان 10 جلسات، فايه وجه الاستعجال؟ وده وجهة نظري. فانا الحقيقة يعني ارى لان العقوبة دي اقصى عقوبة، وهي بالضبط كده يعني تساوي كأنك بتحكم على واحد بالانتحار والاعدام السياسي يعني. وصلت الصورة، وصلت الصورة. بشكر حضرتك سيادة النائب، شكرا جزيلا. النائب محمد أنور السادات، أسمع رأي حضرتك سيادة النائب. هو طبعا حضرتك لا يختلف اثنان على أن توفيق عكاشة أثار المشاكل والزوابيع واختلاق المشاكل داخل البرلمان، وإحنا كنا جايين على أمل أن البرلمان ده هو برلمان جاي بعد ثورتين، يعني جاي للشعب، والناس كانت بتنتظر منا الكثير. لكن أنا ضد توفيق عكاشة أنه يستقبل أي حد بصفته النيابية، وليس محدش اتضر من توفيق عكاشة أدي في قناته الفضائية أيام الانتخابات. لكن حضرتك مفيش حد يقول أن ما يقابلش حد، مفيش حاجة في القوانين تقول أنه ما يقابلش سفير أو لآخره، لأن الدولة عاملة اتفاقيات ومعاهدات مع كل الدول اللي لها سفراء أو بيمثلوا بسفراء داخل مصر. ليس من جمال عيون توفيق ان احنا بندافع عنه ولا بندافع، لا، توفيق ده حطه في جنب. احنا بنتكلم على ان اي نائب من حقه كمصري يروح لاي سفاره او يقابل اي سفير، لكن عن الطريق، على الطريق الشرعي. هو اخل بالطريق الشرعي اللي بيقولوا عنه. لكن عاوز اسال سؤال واحد، هل توفيق عكاشة، هل تحريك السفير من القاهره الى الى محافظه اخرى تم بدون معرفة الدولة؟ يعني حاجة أنا بستغرب ليها. طيب أنا هنا هاخد الموقف اللي ضد حضراتكم علشان يعني يكون في نوع من أنواع الحوار. هو اتكلم في الأمن القومي واتكلم فيما يتعلق بالسيادة المصرية والقرارات السيادية المصرية، ابنوا لنا 10 مدارس، حلوا مشكلة سد النهضة، اتفقوا على معرفش إيه، هي دي المشكلة؟ يعني ولا المشكلة في الزيارة للسفير؟ تصريح رئيس المجلس قال كده بالحرف الواحد ان احنا بنحاسبه هنا الوقتي ليس لاستقباله السفير الاسرائيلي. امال بتحاسبه على ايه او بتعاقبه على ايه؟ ده تصريحات رئيس المجلس نفسه. طيب احنا ضد التطبيع، الشعب كره التطبيع، في اتفاقيات دوليه نتعهد بان احنا نبقى موافقين عليها، نبقى في وفقا للقانون والدستور اللي احنا حلفنا ان احنا نحترمه. لكن في ظاهر شعبي كاره التعاون او التطبيع مع اسرائيل، وانا اول واحد كاره التطبيع مع اسرائيل. تمام حضرتك. لكن ما فعله توفيق كان يجب ان يحاسب تدريجيا، زي ما سياده النائب قال. يعني ايه وجه السرعه؟ يعني انا فوجئت في قلب الجلسه بان احنا رايحين، انا رايح مبسوط جدا ان احنا كنا هنخلص. تمام. فاسانيد يعني حضرتك سياده النائب اللي حضرتك استندت عليها ما ذكرتش موضوع السفير الإسرائيلي ده من قريب أو من بعيد، برغم أن ده يعني هو لب المشكلة. هو سعادتك، بس لو سمحت لي، احنا دخلنا القاعة، حضرنا الجلسة، جايين على أساس أن احنا هنصوت في عقاب النائب توفيق عكاشة لاعتبارات استقباله للسفير والاستجداء الذي تم من قبله، وبنلنا 10 مدارس والبتاع، ويعني التطبيع. واحنا كشعب قبل ما نبقى نواب نحس بالمهانة في القصة دي، مش مصر اللي هي تضحي بدماء أولادها في مقابل 10 مدارس والكلام الصغير.
توفيق عكاشة اتحال للجنة خاصة عشان تحقق معاه في الوقائع دي استقبال السفير ويلي ويلي ويلي. أوصت اللجنة وأنه خالف الأعراف البرلمانية وتحدث بصفة رجل دولة، وتم التحقيق معاه من قبل اللجنة، واللجنة يرأسها المستشار حسن بسيوني رئيس محكمة جنايات طوال 20 سنة يعني أدار التحقيق بحياته. وبعد القانونيين في اللجنة في النهاية أوصت اللجنة في النهاية بعقوبة معينة وهو حرمانه من فصل الشاكر، وبناء علينا احنا بنصوت على ضوء التقرير اللي أرسل لنا اللي كان في إيدينا تمام، وأقرينا فعلا مبدأ العقوبة. لأن احنا فوجئنا داخلين في منحة تاني خالص، ان مش احنا ما بنحسبش توفيق على استقباله للسفير، لأن احنا بنحترم تعهداتنا الدولية والمواثيق الدولية، واحنا دولة تحافظ على تعهداتها. طب احنا النهاردة جايبين توفيق نحاسبه ليه؟ قيل لنا، قيل ان ده خاص قيل فين؟ في الجلسة؟ في الجلسة ان ده خاص بالأمن القومي وتطاوله على الدول العربية الشقيقة سواء المملكة العربية السعودية او دولة الامارات العربية، واحنا طبيعي احنا مع السعودية شعبا وقيادة وحكومة، ومع الامارات شعبا وقيادة وحكومة، لان الدولتين دول على وجه التحديد هم اللي انقذونا من العسرة في فترة من الفترات وقت الضيق وقت الضنك، فهيبقى برضو غير مقبول ان احنا نقر النائب توفيق عكاشة في التطاول على الاسرة السعودية او النظام دولة الامارات. انما احنا النهاردة يا فندم بنعيب او ان احنا عاتبين على الطريقة وليس على الموضوع، الموضوع قلبا وقالبا مع اسقاط عضوية توفيق عكاشة. يعني حضرتك انا دلوقتي اتلخبطت، حضرتك مع، هسمح لحضرتك باكتر، مع حضرتك معترض على الاداء او الشكل اللي تم بيها، الشكل والاجراء، مش معترض على المضمون. لا لا لا، المضمون اطلاقا. يعني لو تغير الشكل والاجراء اقر، اقر تمام. انا بسني مبدا النهارده، انا 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 مؤسسه تشريعيه، انا النهارده اللي برسم القوانين واللوائح اللي السلطه القضائيه تسيرني فيها تطبق التشريعات بتاعتي، اللي السلطه الاداريه تسيرني فيها. فيبقى كده انا المثل، انا القدوه، انا صاحب الاختصاص الاصيل فان انا احط التشريع وارسم المنظومه اللي يسير عليها السلطتين القضائيه والتنفيذيه. فيبقى عيب علي انا كجهه تشريع وسن قوانين ان انا اطبق لوائح غير مقنعه للراي العام. النهارده ما فيش ما يمنع خالص، قبل كده اخطا، تطاول، اتحل لجنه خاصه، وقعت عليه عقوبة بحرمانه من الجلسات 10 جلسات، ده إجراء كويس. التانية اللجنة أوصت بحرمانه فصل تشريعي. أنا النهاردة يا فندم أنا غير نادم على إسقاط عضوية توفيق عكاشة، أنا نادم على إيه؟ أنا نادم على الأداء. أوصينا يا فندم وقلنا في مبررات اعتراضنا على إسقاط العضوية، قلنا نصوت على رفع الحصانة عن النائب ويرسل الأمر إلى القضاء ويتم التحقيق معاه، وإذا القضاء أدانه تسقط عضويته طبقا للدستور. إذا صدر حكم جنائي، حكم قضائي، قضائي تسقط العضوية. تمام. أو إن إحنا بصدد لجنة استمعت للتحقيق وسمعت أقواله، والمحقق دايما هو أقرب إلى ذهن المتهم إذا افترضنا بالقياس. فإن توفيق بيدافع عن نفسه أدلى بأقواله أمام اللجنة. واللجنة أقرت قدامنا في تقرير مقرر اللجنة ان النائب قرر ان انا سوف اتعامل بنفس الاسلوب مره اخرى، قيل الكلام ده في التقرير اللي وزع علينا، وان انا في صدد ان انا اقابل نتنياهو و و و، ومع ذلك رات اللجنه ان هذا الاجراء لا يستوجب اسقاط العضويه، وانما يستوجب الاكتفاء بحرمانه من الفصل التشريعي عام. انما التصويت بما لم يرد في التقرير اقتراح من قبل رئاسه المجلس، هو ده اللي احنا اعتبنا عليه. هرجع لحضرتك تاني بس استاذنك، في معنا اتصال من استاذ مدحت من المعادي. استاذ مدحت اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. قول لي انت ليه مع ولا ضد اسقاط العضويه؟ انا هقول كلمه بس، طبعا انا بسلم على حضرتك وعلى الساده النواب. اهلا بيك. عايز اقول لهم كلمه صغيره قوي، قدروا حرق دم الشعب من اللي بيحصل ده. تمام. قدروا حرق دم الناس. لو في 10% موافقة ان الراجل ده يعمل كده ولا يقول كده ولا يتصرف هذه التصرفات،
سليم، في 80 مليون مش مستحملين المناقشات الجميله اللذيذه ان احنا نقعد نطبطب على بعض عشان هيعمل النوبادي، لا مش هيعمل ولا يقول ولا مش هيقول. انا مع حضرتك. في دوله يا جماعه، في شعب الحد الادنى عنده من الثقافه ان احنا بنكره الناس دي. ان طيب. احنا ما عندناش استعداد نقدر نقعد زي ما وصلت يا فندم. لا بس خلي الرد مع سياده النائب سيد حجازي. انا مع حضرتك في اللي انت قلته، وانا كنت سعيد جدا في الجلسه دي ان انا رايح هخلص اللائحه عشان اخلص منها ونوديها مجلس الدولة تراجع، ثم نلتفت لمشاكل المواطنين وحضور مجلس الوزراء لنا عشان يعرض برنامجه، عشان نشوف مشاكل الناس اللي قاعدة في الشارع تغلي وقاعدة تطالبنا بحاجات وعندهم مشاكل في 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 التموين، في المية، في الري، في 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 في, في المحاصيل، توريد المحاصيل الزراعية للدولة، الأسعار المتدنية، ارتفاع الدولار بالنسبة للناس، الأسعار الملتهبة اللي الناس عاوزة، عاوزين نخش في هذه الأشياء بقى عشان نشوف نقدر نحط القوانين اللي تساعد المواطنين على العيش في هذه البلد بكرامة وسهولة. لكن اللي حصل فوجئنا في قلب الجلسة إن إحنا جايين نوقع اتفاقية للقوات المسلحة، وافقنا عليها وهنبدأ بقى في الجلسة، فوجئنا بالتقرير جاي علينا، تقرير توفيق عكاشة زي ما سيادة النائب قال إن هي كانت دور تشريعي، حرمان دور تشريعي. أنا كنت بقترح إن الدور التشريعي وتشال عنه الحصانة، لكن إن إحنا نفاجئ بيقول لك إسقاط الأدوية مرة واحدة كده. طيب أنا هسقط الأدوية كنائب عشان إيه؟ إيه اللي أنا شفته؟ هو يقول لك قال في قناته التلفزيونية، قال ان هو قعد مع سفير اسرائيل، فاوض في الامن القومي المصري. هل ما فيش سي دي جايه وتتعرض على المجلس عشان حتى ما اقولش شهادته قدام ربنا ابقى انا شايف الحاجه اللي اتعملت؟ خليني ما شفتش توفيق قال، انا قاعدين نقول توفيق قال، توفيق عاد، توفيق قال، الحاجات دي فين؟ ما سجلتش ليه وجت اتعرضت على المجلس واحنا كنا اول الناس هنقول احنا عاوزين نسقط الادويه عن الراجل ده. لكن اللي احنا شفنا كلام اتقال. ادى حضرتك، ادى التقرير اللي معايا اهوت، قال فيه ايه بقى؟ ثبوت مخالفة النائب توفيق عكاشة لأحكام الدستور والقانون وابدأ الفصل بين السلطات، وذلك بأن قام وهو وعضو من أعضاء السلطة التشريعية بالالتقاء بسفير إحدى الدول الأجنبية بمنزله والتباحث معه في الشؤون الدبلوماسية والدولية الجاري التفاوض في شأنها بمعرفة جهات الدول المعنية مع دولة ثالثة، وعلى نحو يمثل مساسا وإضرارا بالأمن القومي للبلاد وانتقاصا من السيادة المصرية ودعوة الغير في التدخل في شؤونه. في الوقت اللي رئيس المجلس قال لا علاقة بفصل توفيق عكاشة بمقابلة السفير الإسرائيلي. هذا التقرير وده تصريحات رئيس المجلس. ادي حاجه اصدق مين واقول ايه. طيب فين الحاجات اللي هي بتتحط يقول لك سي دي؟ في التقرير الاول اللي خد فيه 3 جلسات منع واحنا وافقنا على 10، موجود في التقرير، التقرير موجود فيه ايه؟ عدد 2 مذكره مقدمه ضد النائب. فين المذكرات اللي هنا؟ مفيش. محضر اجتماع اللجنه رقم كذا المنعقد بكذا، محضر لجنه كذا، اعتذار من النائب، عدد 2 سي دي، سيديهات معموله في الجلسه موجوده الناس شافوها، وذلك الاستماع لاقواله بخصوص ما ورد في اهانه البرلمان واجهزه بعض رموز الدوله، ووافق بالشكوى عدد 2 سي دي وتم تفريغتها بمعرفه امانه المجلس وارفق فيه. ده ما جاتلناش ليه؟ طيب لما دول افرغوا الحاجات دي وقالوا وجم قاموا مدين له اقصى عقوبه اللي هي دور تشريعي كامل انه يتحرم منه، احنا كنا هنزود عليها انه تشال عنه الحصانه. تمام. وكل واحد الكلام اللي قاله توفيق عكاشة قاله فين؟ قاله في قناه فضائيه. زي ما انت حضرتك الوقت لو حصل منك اي تطاول على اي حد هيرفع قضيه وبعدين ياخد يا اغلاق القناه يا منعك من الظهور. تمام. وبعد كده يجي لنا بقى يتحاكم، يجي لنا محكوم عليه، نبدا احنا نقول ايه؟ اسقاط الادويه. طيب عاوزين التسلسل وعاوزين يبقى القانون هو سيد الموقف، مش حبا في توفيق عكاشة ولا حبا في اسرائيل. احنا كلنا بنكره اسرائيل وبنكره التطبيع مع اسرائيل. وصلت سياده النائب. انا برضو المشاركات التليفونيه لازالت مستمره معانا، وبستاذن زمايلي ان هم يجيبوا لي حد من الساده النواب اللي رايه مؤيد لاسقاط العضويه. الاستاذ فوزي من بورسعيد اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل. سيادتك بالنسبه للاستاذ توفيق عكاشة هو بيحاول يقلد الرئيس السادات في مبادرته الجريئه، وده تقليد يعني لقائد عظيم زي الرئيس السادات. الراجل يعني ما عملش حاجه يعني مشينه، الراجل بيعايز يخدم البلد بس بالطريقه اللي هو شايفها. اذا كانت هذه الطريقه تتماشى مع نواب المجلس او مع الشعب اهلا وسهلا، تتماشاش الراجل يعني ما اخطاش. وصلت. يعني انت ضد ان هو يتم عزله من البرلمان او اسقاط عضويته؟ شكرا ليك. استاذ ابراهيم من القاهرة، أستاذ إبراهيم اتفضل. مساء الخير. مساء النور يا فندم. يا مساء حضرتك على ضيوفك. أهلا بحضرتك، اتفضل.
حضرتك بس انا بعترض على الاستاذ اللي اتكلم قبل المتحدث اللي بيتكلم على 80% من الشعب المصري. ارجو اللي يتكلم او يعمل مداخله يعمل يتكلم عن رايه الشخصي. تمام. لا في 10% ولا في 80% اللي بيتكلم حضرتك بيقول رايه الشخصي فقط لا غير. تمام. تمام. احنا برضه حضرتك ما ننساش كان دور توقيع عكاشة وبعض المنهيات وبعض الحاجات اللي فعلا الشعب بعض البسطاء اللي كان ليه الدور في 30 يونيو وكان كلهم مع السيد الرئيس السيسي. فنرجو اللي بيتكلم يتكلم بصفته الشخصيه فقط. ممتاز، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. ملاحظه مهمه، شكرا استاذ ابراهيم من القاهره. انا ما سمعتش عليه عشان طيب انا اقول لحضرتك. استاذ فوزي من بورسعيد بيقول الراجل ما عملش حاجه، يعني هو كان عايز يعني يخدم بس بطريقته فجت غلط للدرجه دي، يعني ما تستاهلش اسقاط العضويه. استاذ ابراهيم بيقول في حد اتصل وقال ان 80% من الشعب المصري ضد اللي حصل ده، فبيقول ما فيش داعي للتعميم، يعني مش مساله بقى نقعد نقول 80 و10. طب انا هستاذن عليك، انا بس هستاذن حضرتك ناخد راي مؤيد علشان نبقى راي مؤيد لاسقاط العضويه من الساده النواب. نرد على اللي الرد عند حضرتك. ماشي فندم. سياده النائب مصطفى بكر، اتفضل يا فندم. اهلا وسهلا، تحياتنا لحضرتك. سياده النائب، يعني هي ليست محاوله للدفاع او الهجوم، الموضوع بالنسبه لمجلس النواب انتهى، لكن هنا بسمع راي لماذا النواب رفضوا او لماذا رفض النواب اسقاط العضويه، وعايز اسمع من حضرتك لماذا ايدت اسقاط العضويه. انا قلت ما لدي في البيان العاجل وليس عندي استعداد ان افتح هذا الموضوع مره اخرى. انا عارف والله يا استاذ مصطفى، لقد سقطت عضويته واغلقت القناه وارى انه من الأفضل. طب بعيدا عن توفيق عكاشة يا استاذ مصطفى، بعيدا ناتي على سيره مثل هذه. لا لا الله. بعيدا عن خلاص استاذ مصطفى، بعيدا عن اسئله، بعيدا عن شخصنه الموضوع في الأستاذ توفيق عكاشة أو غيره، على أي أساس من وجهة نظرك بيتم إسقاط عضوية نائب من نواب البرلمان، وخصوصا إذا كانت اللجنة المشكلة للتحقيق أوصت بنقاط معينة لم تطبق، بغض النظر عن توفيق أو غيره؟ إذا كنا نتحدث من الناحية القانونية، نعم، فكما قال السيد رئيس المجلس فإن هناك إخلالا بواجبات العضوية، تمثل في أمور كثيرة أيضا لا أريد أن أتحدث عنها، ولكن أمامنا حسب السوابق البرلمانية قبل ذلك عندما هاجم الشيخ عاشور الشيخ محمد متولي الشعراوي، ثم أعقب ذلك بمطالبته بإسقاط الرئيس السادات، دعا الدكتور رفعت المحجوب إلى إسقاط عضوية النائب وتم الموافقة على إسقاط عضويته وانتهى الأمر في نفس الجلسة في نفس الوقت. لو ارتكنا إلى أن هذا تصرف بالفعل قانوني ولائحي وهو من سلطة المجلس، لأنه عندما سئل الدكتور فهد محجود قال المجلس سيد قراره، بالأمس المجلس اجتمع على هذا الأمر وتم توصيف ما حدث بأنه إخلال بواجبات العضوية أفقده الثقة والاعتبار وطرح الأمر على الزملاء الأعزاء، فوافق 465 واعترض 16 وامتنع 9 زملاء. نعم، وصلت الصورة، بشكرك شكرا جزيلا أستاذ مصطفى بكري عضو مجلس النواب. كنا بنتكلم الإجابة عند حضرتك سيادة النائب فيما يتعلق بمن يعتقد أن الدكتور توفيق ما عملش خطأ كبير، وأيضا من يطلب أن الموضوع يتم ضبطه في إطار ما فيش داعي ان احنا نعمم، ما نقولش مين بيكره ومين بيحب ومين بيفاضل ومين مش بيفاضل. لا، اولا بدايه يا فندم حب ننوه ونرد على السائل بان 99% من الشعب المصري ضد التطبيق. ما عانيناه وما وجدناه وما كل الازمات اللي احنا فيها دي بسبب الحروب الطاحنه اللي بيننا وبين دولة إسرائيل. إنما تصرف من نائب ويتحدث باسم البرلمان ويستجدي الكيان الصهيوني في استرضاء الشعب المصري وفي مساعدة الشعب المصري وفي مساعدة مصر في مشكلة سد النهضة وأن احنا حدلكم مية في سبيل ضمان مش عارف ايه سد النهضة، هذا لا يجوز أن يصدر من نائب. احنا يا فندم ضد التطبيع شكلا وموضوعا، انما مصالح الدول بتحكمها اتفاقات دوليه. انا حقي وحقك، انما ما تفرضش عليا ان انا احبك وانا مش هقدر احبك للي انت عملته فيا قبل كده.
انما انا اللي بيحكمني النهارده واللي انا جاي فيه البرنامج واللي انا سمعت فيه مصطفى بيه بكري، انا جاي النهارده على آلية الاسقاط. هل انا بشتغل بطريقه عشوائيه ولا انا بشتغل طبقا لمواثيق وعهود ودستور ولايحة وقوانين؟ انا اللي بحط الدستور، انا مجلس الشعب، انا المؤسسه التشريعيه، انا اللي برسم الطريق اللي كل الاجهزه وكل السلطات الاخرى تسير عليا فيه. انا النهارده مش بعترض، على رغم ان كنت انا في بداية الأمر اعترضت على إسقاط عضويته، إنما أنا مع إسقاط عضويته شكلا وموضوعا للسببين. أحد السادة الزملاء اللي توجهوا لحضرتك بالسؤال، إن النهاردة إحنا عايزين بقالنا شهرين وشنا سود بدوائرنا، أنتوا بقالكم شهرين عملتم إيه؟ إحنا النهاردة أقرينا القوانين في الـ 15 يوم طبقا للمأزق الدستوري اللي حطينا فيه، وبدأنا نخش في اللائحة، واحنا شغالين في اللائحه ظهرت المعوقات. من اساسيات المعوقات توفيق عكاشة، احنا تقريبا على مدار شهر عاملين 3 4 جلسات خاصه لمشاكل توفيق عكاشة. فالناس استاءت مننا، انتوا جايين يعني جايبينكم عشان تحلوا مشاكلنا، انتوا مش عارفين تحلوا مشاكلكم في الداخل. عشان كده احنا يعني موافقين شكلا وموضوعا، وان كنت انا صوتت ضد اسقاط العضويه لعيب في الاجراء. تمام، على أي أساس، إيه هي الأسس بعد كده اللي المفترض يتم فيها إسقاط عضوية نائب؟ الشروط اللي قالها سيادة المستشار الوقتي اللي هي فقد الثقة والاعتبار، شروط إيه؟ ما هو أصل ده كلام عام، إيه هو فقد الثقة والاعتبار من وجهة نظرك؟ يعني فقد الثقة والاعتبار من وجهة نظري يعني مثلا إخلال بواجبات، يعني مثلا أنا كنائب هوت لو أنا مشيت في الشارع عملت أي فعل مشين ممكن يتبلغ عني، ولكن برضه بإجراءات اللي هي إجراءات ممكن يترفع عنا قضية، إن أنا مثلا في مكان تهجمت على أحد، ضربته، استوليت على حق مش حقي، فالناس دي ترفع قضية. لو انا برضو اتكلمت في التلفزيون عن حد بشكل مش كويس يرفع عليه قضيه، يا اما يقفل لي القناه بتاعتي، يا اما يمنعني من الظهور، الحاجات دي، وياخد حكم قضائي ويجي يرفع الحصانه عني في داخل المجلس، اجراءات رفع الحصانه لسؤالي، وبعد كده لو اثبتت الواقعه يتم فصلي او اسقاط عضويتي. المجلس صوت على اسقاط العضويه، فقد شرط من شروط العضويه ان هو ان كان مثلا ما اداش الخدمه العسكريه، ان هو كان مترشح على اساس السن بتاعه برضه اقل، يعني كان اقل من 25 سنه، انه حاجات كتيره سياده المستشار معايا فيها، ولا هي دي امور اجرائيه؟ دي امور اجرائيه لو سمحت لي. امور اجرائيه بتسبق العمليه الانتخابيه. ما هي لو فقدها داخل المجلس، داخل المجلس، ما اذا ما ممكن واحد يرفع قضيه الوقت عليا يقول ان فلان الفلاني ده داخل ومزور في سنه، والله اذا ثبت ادانه صحه الشكوى. ما انا بقول على ما دي احد شروط العضويه، احد الشروط اللي احنا ترشحنا عليها. بس لو سمحت لي بالنسبه للثقه والاعتبار، هو ما ارتكبه توفيق عكاشة يخل بالثقه والاعتبار؟ ما هو يخل بالثقه والاعتبار يا فندم، استنى، كاساس، كاساس. طيب انا بس استاذنكم على شرف التصميم اللي معانا على تعرض الامن القومي، كون حضرتك انا كان نفسي بقى ده يجي يعرض في اسطوانه على المجلس عشان شهادتي تبقى صريحه. انا متفقين حضرتك، انا حضرتك يا حضرتك عبنا وعتبنا، انا عاوز الاسطوانه زي ما الرئيس بيتكلم كان يقول ادى اللي حصل من توفيق عكاشة. احنا بقينا نروح من المجلس امتى؟ للساعه 12 بالليل. طب ومثلا ليه النائب مصطفى بكري من واقعه حصلت قبل كده؟ الواقعه حصلت اثناء انعقاد الجلسه، والراجل الشيخ شعراوي رحمه الله اتكلم ساعتها، عمل قياس مع الفارق. هو عمل قياس مع الفرق. الواقعة اللي استند إليها مصطفى ببكري دي واقعة حدثت تحت القبة، هجوم على رئيس الجمهورية تحت القبة، فما كان من رئيس المجلس إلا أنه يتخذ الإجراء، وده حقه، سلطاته، دستور منح له الكلام ده. إنما النهاردة أنا تلفظت على حضرتك أو على سيادة النائب في غيابه. النهاردة لما أجي حكمك أو تيجي تحاكمني لازم تواجهني بالاتهامات الموجهة إلي وتجرى معايا التحقيقات، وهذا تم في تقرير اللجنة اللي عدتها اللجنة الخاصة برئاسة المستشار حسن بسيوني، وهو راجل قضائي. تمام، أنا عايز الوقائع زي ما قال سيادة النائب برضه، الوقائع اللي أنت على أساسها بتطالب في مجلس النواب بإسقاط عضويتي كانت تطرح على المجلس ويتم التصويت. هل الوقائع دي بذاتها كفاية لإسقاط العضوية؟ انا وجهه نظري كفايه لاسقاط العضويه. ومتى لا تكون كفايه؟ متى لا تكون كفايه لاسقاط العضويه؟ هسمع الاجابه من حضرتك، بس استاذنك استاذ يحيى من الدقهليه مشاركات المواطنين كمان، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا فندم، احنا يعني حضراتكم بتتكلموا في ايه بعد اذنك؟ الوقت ده راجل قابل
السفير الإسرائيلي إيه هو حر معاه إذا كان ما يتكلمش معاه في شؤون الدولة. هو يتكلم معاه في حاجات شخصية، يتكلم معاه في حاجة تخصه، هم حرين سوا. إنما يتكلم معاه في شؤون الدولة إزاي؟ هو راجل دولة؟ ما هي تمام، بشكرك شكرا. ما هي دي فعلا فعلا زي ما قال المتصل المحترم قال انه هي شؤون دولة. طيب احنا قلنا الكلام ده، احنا لو توفيق كاشا مش عضو مجلس النواب كان يتكلم زي ما يجب بقى على الدوله في ممثله في النائب العام كان يرفع قضيه او يمنعه من السفر او يطلب رفع الحصانه عنه للتحقيق معه. هذا لا يجوز. معلش انا النائب العام بحكم تخصصي، لا النائب العام ينوب عن الشعب، انما النائب العام كان يعني ان يرسل خطاب لرئيس خليه يرسل خطاب لرئيس المجلس عشان يرفع الحصان. هستاذن حضرتك، الله ينور على حضرتك، ما هو نائب عن الشعب. هنرجع بس ناخد الاتصال التليفوني من دكتور طارق خضر استاذ القانون الدستوري بشان الماده 110 وتفسيره ليها. دكتور برحب بحضرتك. اهلا وسهلا استاذ شريف، تحياتي ليك وللضيفين الكريمين. تحياتنا يا دكتور. الماده 110 بتنص على انه لا يجوز اسقاط عضويه احد الاعضاء الا اذا فقد الثقه والاعتبار او فقد احد شروط العضويه التي انتخب على اساسها او اخل بواجباتها، ويجب ان يصدر قرار اسقاط العضويه من مجلس النواب باغلبيه ثلثي الاعضاء. تمام. هل ده بيتفق مع الحالة بتاعت الدكتور توفيق وهي حالة الأولى لهذه الدورة أو لهذا البرلمان؟ المادة 110 من دستور 2014 زي ما هي ظاهرة على الشاشة حضرتك إن ممكن يتم إسقاط العضوية إذا فقد الثقة والاعتبار أو شرط من شروط العضوية اللي هو اختير على أساسها فقد هذا الشرط. أنا شايف إن إسقاط العضوية تم بطريقة سليمة. هنا في أغلبية خاصة نصت عليها المادة لإسقاط العضوية وهي أغلبية ثلثي الأعضاء. خد بالك يا أستاذ شريف، أغلبية ثلثي الأعضاء مش ثلثي الحاضرين، ثلثي الأعضاء يعني لازم على الأقل 397 عضو. لو وضعنا في الاعتبار أن العدد بقى 595 بعد قبول استقالة النائب المستشار المحترم سري صيام، وبالتالي أنا شايف أن إسقاط العضوية تم سليما. فقد الثقة والاعتبار هو الذي تم الاستناد إليه والتعويل عليه ليكون سببا لقرار إسقاط العضوية. بمعنى يمكن أنا سمعت حضرتك بتتساءل عن معايير فقد الثقة والاعتبار. نعم، معايير فقد الثقة والاعتبار. هذكرك بحاجة ودون ذكر أسماء، محكمة المحكمة الإدارية العليا ودي أعلى محكمة في القسم القضائي بمجلس الدولة المصري، قضت في أثناء فترة تقديم أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب هذا بعد أن تقدمت إحدى النائبات أو إحدى المرشحات رفض استلام أوراقها وقال إن لابد أن تسحب أوراقها وأن تفتقد أحد الشروط اللازمة للترشح. هذا الأمر استند عليه في إيه؟ قال إنها فقدت الثقة والاعتبار. فقد الثقة والاعتبار بإيجاز شديد ما يتم تداوله على ألسنة الناس من كلام أو من أقاويل، أقول فلانة الفلانية دي كذا 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 كذا، ويتم تداول هذا الأمر على ألسنة الناس، أو أقول فلان الفلاني كذا وكذا وكذا. هو النائب السابق توفيق عكاشة مش أخطأ أنه قابل السفير الإسرائيلي، أخطأ بأنه تحدث عن أمور تتعلق بالأمن القومي المصري، سد النهضة، ويقول لهم هخلي مصر تتنازل على مليون كيلومتر في مقابل ان انتوا يا اسرائيل تحلوا لنا سد النهضه وان انتوا هتبنوا لنا 10 مدارس. لا 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 لا، لم ياتي احد يفوضك انك تتحدث باسم مصر، لم ياتي احد يقول لك تفاوض بشان مشكله سد النهضه التي تعد من اخطر قضايا الامن القومي التي تواجه مصر الان. طيب يا دكتور، استفسار اخير بعد اذن حضرتك، اذا كان في لجنه وهذه اللجنة تم تشكيلها بمعرفة مستشار ضليع وقررت توصية وهي حرمانه من فصل تشريعي كامل، هل من الناحية الأدبية والقانونية على مجلس النواب أن يلتزم باللجنة اللي هم شكلوها ولا لا مش شرط؟ دكتور
دكتور حضرتك. طارق حضرتك سامعني يا فندم؟ كده سامع حضرتك، اتفضل يا فندم. تمام، في لجنة تم تشكيلها للتحقيق معه من قبل مجلس النواب، هذه اللجنة استندت أو قررت توصية وهي حرمانه من فصل تشريعي، هل من الضروري أو من القانوني أو الدستوري أو حتى الأدبيات أن يتم الالتزام بما تم الوصول إليه من توصية لجنة التحقيق؟ شوف بس معلش تصحيح بسيط يا أستاذ شريف، لأن إحنا يعني رجال قانون، هي اللجنة الخاصة انتهت ليس لحرمانه من جلسة تشريعي، الفصل التشريعي يعني 5 سنين، لا هي انتهت إلى دور تشريعي، عفوا من جلسات دور الانعقاد عندي يعني، دي دور تشريعي ده، أنا ده تصحيح بسيط كده. التوصية دي طبعا مجلس النواب رفضها، فالدكتور علي عبد العال وهو أستاذ قانون دستوري وقيمة وقامة كبيرة وهو رئيس مجلس النواب وقال إن الاقتراحات، فقالوا إسقاط العضوية موافقين على التصويت على إسقاط العضوية، موافقين إسقاط العضوية لابد أن يتم النداء بالاسم عضو عضو ويتم حصر الأسماء والتأكد الأول من صحة الجلسة الحضور ثم الأسماء حتى تأتي ثلثي النسبة اللي هي متوفرة لازم كشرط في المادة 110. الذي حدث أن 465 نائبا وافقوا على إسقاط العضوية. أنا شايف أن الأمر يعني سليم، يمكن كان فيه عجلة، أنا معاك. تمام، وصلت الصورة، وضحت الصورة، بشكرك شكرا جزيلا دكتور طارق خضر. أخذ كلمات أخيرة من السادة النواب يعني في هذه القضية وما ينبغي عليه في الفترة القادمة. استنادا للكلام اللي قاله الأستاذ الدكتور اللي اتصل بحضرتك، دكتور طارق خضر، أهلا دكتور طارق خضر، وده راجل علامة يعني أستاذ قانون. إحنا ما عندناش مشكلة الإجراء دستوري زي بعض النواب بطلوا على الفضائيات وقالوا ان التصويت باسقاط العضويه ده غير دستوري ومش غير دستوري وعندنا بعض النواب كده بيلعبوا بالنار يعني. انما انا عايز اقول لحضرتك ان الناحيه القانونيه فيها دستوريه وفيها قانون. من حق رئيس مجلس النواب انه يعرض على مجلس النواب في حاله رفض التوصيه بالاجراء اللي خدته اللجنه ويطرح، ده حقه انه يطرح اسقاط العضويه عن سين من الناس لاعتبارات الثقه والاعتبار ول ول ول، وهذا اللي تم في الفعل. انما انا برضو يعني بتضامن مع الدكتور خضر ان كان في عجله من الامر، كان في تسرع، كان في رغبه ملحه من بعض الاعضاء ان لازم تم اسقاط عضويه توفيق كاش من غالبيه الاعضاء، لا من بعض الاعضاء تبنوا وجهه النظر ووسعوها ده يعني احنا وصلناها ده 400 يا فندم. التصويت حاجه وان انا اتبنى اقناع الاخرين ده حاجه، انا وجهه نظري الخاصه ان الغالبيه في بدايه الامر كانت موافقه على الاكتفاء بالجزاء اللي اوصت به اللجنه. بعد ما تم الرفض من قبل بعض الـ 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 الاخوه الاعضاء دون ذكر اسمائهم بدا يتجه الاتجاه الى منحى اخر، وهو ان الناحيه الموضوعيه يا فندم بس عشان ما تختلطش الامور لان احنا بنتسائل في الشارع، توفيق كاش اخطا، توفيق عكاش حلال في اسقاط العضويه، احنا ما عندناش خلاف، احنا كلنا ضد التطبيع، ما ارتكبوا توفيق عكاش جريمه في حق الوطن باسره، انما احنا عاتبين على العجله في الامر. الاجراء واسقاط العضويه كمجلس نواب تم بطريقه دستوريه وقانونيه، تم بطريقه دستوريه. لا محمد بيه حضرتك قول لي راي واضح. راي واضح يا فندم يعني انا النهارده انت قول لي انا مع ان يتم تطبيق قرار اللجنه اللي تم التحقيق معاها او انا مع اسقاط العضويه. حضرتك يا فندم سالت وتدخل معانا خبير دستوري وقال في فرق يا فندم بين هذا الاجراء من ناحيه دستوريه سليم ولا غير سليم. من ناحية الدستورية سليم، من ناحية الدستورية سليم، ما اختلفناش. في رأيك؟ في رأيي أنا كان يجب أن يتأنى الأمر وأن احنا نعمل بالتوصية وأن ترفع الحصانة عن النائب وأن يحل القضاء بناء على الخطاب النائب العام ويتم محاكمته وما تسفر عنه المحاكمة يؤدي هذا الغرض. كلمة أخيرة عند حضرتك عشان فاضل دقيقة. حضرتك بالنسبة للعجلة إن احنا المفروض كان التقرير وفقا للسوابق البرلمانية السابقة كان يوزع التقرير قبل الجلسة ب 24 ساعة متضمنا كل شيء، إن كان يفرغ السيدهات حتى في الورق اللي هو بيديه لنا كده زي ما عمل في التقرير الأول عشان أقراه، عشان لما أجي أقول لأ
يبقى انا بقول لا ليه، بقول نعم، بقول نعم ليه. كمان حضرتك انا مش بتتكلم معنى معترض على الاجراء. الاجراء، وبذلك كان يدق جرس المجلس منذ بدء التصويت حتى نهايه اسقاط العضويه، جرس المجلس ما لا يتوانى في دق الجرس حتى اسقاط العضويه، ده لم يحدث. انما احنا العجله كانت السرعه في العجل، لكن لو توفيق عكاشة كان جه قال يسقط الرئيس او يسقط حاجه في قلب المجلس وصلت من الصبح. شكرا لحضرتك. حضرتك شكرا سياده النائب سيد حجازي عضو مجلس النواب. شكرا. شكرا كمان سياده النائب محمد محمد عبد الواحد مدين عضو مجلس النواب. اتفضل. ان توفيق عكاشة اسقط نفسه قبل ان يسقطوا مجلس النواب. بهذا اذن الستاره عن قضيه نائب الاكثر اثاره للجدل، النائب السابق الاكثر اثاره للجدل النائب توفيق عكاشة، كان الأكثر إثارة قبل دخوله وحتى بعد رحيله. حقي أنا كإعلام أني أناقش اللي رفض رفض ليه واللي وافق وافق ليه، وإن كان أنا ليا رأي مش هقوله، بس ما ينفعش أن أنا كإعلام، أنا كمان براقب وأنا كمان بتابع جوه المجلس وبره المجلس وفي الشارع، حقي أن أنا أعرف اللي رفض رفض ليه، مش علشان المجلس أيد فأنا مش هتكلم أو المجلس عارض فأنا هعارض، أنا حقي أعرف اللي رفض رفض ليه ولو واحد. شكرا لكم وإلى اللقاء.